مشروعنا صغير كان، هو إعادة تدوير النفايات من عبوات ألمينو مندرين أو أي مخلفات ألمينو، يعني نسكبها هون على الأفران، منقوم جمعها من المراكز ومنجيبها لهون على المنشأة. في عندنا هون 10 عمال، قسم بيفرز البضاعة وقسم بينقلها على الأفران، وفي قسم معلمين بيسكبوا المندرين. بعد ما بصير سكيبي بتم نقلها إما للتصدير أو للمعامل المجاورة، معامل الطناجر أو الأباريق والصحون وما شابه، يعني هالأمور هاي. وعم بتواجهنا يعني كتير مشاكل عم تواجهنا بالشغل، عم يصير يعني نوع من المرض مع العمال عملية الفرز، لأن هي نفايات هاي، لما الفرز عم يطلع فطور بيديها يعني هيك شغلات يعني، وعم يطلع بمخلفات يعني على الفرن شغال، عم يصير حروق عنا بالعمال وكذا، يعني فيها خطورة فيها مشاكل، بس الناس لا تشتغل.